بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نبدأ ونستعين ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. انطلق أول أشواط كبار الزمول ليعلن هذه البداية الخاصة بالمحليات للزمول، والمسافة هي 6 كيلومترات لتعلن بداية أشواط الطفح لنصل الى هذا المستوى الخاص بالكبار في مهرجان جائزة زايد للتراث ولسباقات الهجن العربية الاصيلة. مقدمة الشوط ونداؤنا الاول مقدمة الشوط والمركز الاول في هذه اللحظات، اول المنطلقين والهادرين هنالك يتقدم مهاجر مع المركز الاول منصور بن خليفة بن سالم الخيالي يتقدم مع المركز الاول، يقدم لنا مهاجر. نقلتنا مباشرة الى المركز الثاني، القادم هنا سراب السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي مع المركز الثاني، يتقدم وينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث المهب محمد بن عبيد بن يزرب العامري، المهب يأتي مع المركز الثالث محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، بينما نقلتنا الى المركز الرابع والقادم هنا هملول احمد بن جنون الفلاسي، يقدم لنا هملول مع المركز الرابع في هذه اللحظات. وخامسا القادم هنالك نجم سهيل علي بن سعيد بن محمد الخاطري ام يحمل الرقم 21 في هذه اللحظات، هملول حمد بن محمد بن عبيد العامري. هكذا 5 زمول تتراقص وتتهادر على مقدمة الشوط. ايضا الاسماء القادمة هنالك ما بعد الخمس، 5 اسماء، ومن يحمل الرقم 5 يقود المجموعة القادمة في هذه اللحظات. وهنا شاهين القادم في هذه اللحظات، سالم بن سعيد بن غدير هو القادم في هذه اللحظات مع المركز الخامس، المركز السادس، المركز السابع القادم هنا نجم سهيل، وهنا يأتي الخاطري في هذه اللحظات ليقدم لنا نجم سهيل علي بن سعيد الخاطري. المركز الثامن في هذه اللحظات القادم صوغان مهنا بن سهيل العامري في هذه اللحظات هو القادم، محنة بن سهيل بن محنة العامري هو القادم في هذه اللحظات. والنقل الى احد المراكز القادمة وهو صوغان ام صيحان محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وعاشرا من يحمل الرقم 10 في هذه اللحظات. القادم والمنطلق هنا متابعينا الكرام شاهين خليفة بن سالم هو القادم، برويس الكتبي القادم مع المركز العاشر بشعاره المتقدم والمنطلق مع 10 المراكز الاولى. هكذا متابعينا الكرام نداؤنا لهذه الاسماء، ونعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول والمسيطر في هذه اللحظات. مهاجر ما زال مع مقدمة الشوط منصور بن خليفة بن سالم الخيالي، لكن هنا السعيدي هنا يغير في هذه اللحظات وينطلق مع سراب ويحتل المركز الاول.
ومالك سراب هو سعيدي بن سرور بن سعيد الكتبي غير واحتل المركز الأول وتقدم بهذا التقدم الجميل بينما النقله إلى المركز الثالث القادم مع شعارك يا بن يزرب القادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات المهب محمد بن عبيد بن يزرب العامري يتقدم وينطلق مع المركز الثالث وأيضا اسم قادم مع المركز الرابع في هذه اللحظات القادم والمتقدم هنا صغان محنة بن سهيل بن محنة العامري يأتي مع المركز الرابع المركز الخامس القادم مصيحان محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي يتقدم في هذه اللحظات واسم جديد ينضم في هذه اللحظات ومتقدم ومنطلق ام تغيير في المراكز بورويس شعارك يصل في هذه اللحظات مع شاهين خليفة بن سالم بورويس الاكتبي يبيل متابع ويبيل مراقبة في هذه اللحظات وايضا الاسم ما اللي انضمت القادم في هذه اللحظات شاهين بطي بن سيب بن سعيد السبوسي هو المتقدم وهو المنطلق في هذه اللحظات ويتقدم ايضا مع الجانب الاخر في هذه اللحظات في وسط هذه المعمعة سعيد بن معضد المشغوني في هذه اللحظات يتقدم شعاره وهنالك ايضا شعار بن بيشان هو القادم قادم مع كفو جار الله بن محمد بن بيشان العجمي هو القادم ولكن نعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول الى سراب يا سراب المسيطر في هذه اللحظات وهنا ايضا نجم سهيل وهنالك ايضا مهاجر وهنالك ايضا الاسماء القادمة مع حملول حمد بن محمد بن عبيد العامري والمهب ايضا يتقدم وهنا هملول احمد بن قنون الفلاسي اسماء قوية اسماء رنانة يبيلها متابعة يبيلها مراقبة الفلاسي يريد ان يذهب بالسلامات الى هال السمحة احمد بن قنون الفلاسي مع هملول روح يا بن سعيد احمد بن قنون بن سعيد الفلاسي المهب مع المركز الثاني يتحرك المهب وينطلق المهب محمد بن عبيد بن يزرب العامري هبت هبوب المهب وايضا هنالك المنطلق والمتواجد هنالك هملول حمد بن محمد بن عبيد العامري وكفو قادم مع بن بيشان ولكن هنا شاهين مسلم بالزفنة بن مسلم العامري ام شعار سيف بن بطي هو القادم في هذه اللحظات بطي بن سيف بن سعيد السبوسي مع شاهين مع المركز الاول الله يا شاهين بطي بن سيف السبوسي مع المركز الاول روح بطي بن ناموس وسلامي لسويحان هنالك السلامات يا بطي بن سيف السبوسي على هذا الفوز تهانينا لك على الفوز وانتزاع المركز الاول المركز الثاني وصل شاهين سالم بن سعيد بن غدير اكتبي وثالثا كفو مع جار الله بن محمد بن بيشان العجمي ورابع المراكز شاهين محمد بن عبد الله بن معبد النيادي مع المركز الرابع وخامسا وصل المهب محمد بن عبيد بن يزرب العامري اذا متابعينا الكرام في كل مكان هكذا هي النتيجة النهائية لهذا الشوط للخمس المراكز الاولى نقدم التهنية لمالك شاهين من فاز معنا في المركز الاول بطي بن سيف السبوسي تهانينا على هذا الفوز والتوقيت الزمني لحظة الوصول تهانينا لك يا بن بطي يا بن سيف تهانينا لك يا بطي بن سيف بن سعيد السبوسي على فوز شاهين في المركز الاول والسلامات ذهبت الى السويحان من يحمل رقم 25 تسع دقائق 54 واربع اجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني بينما المركز الثاني
الهواري المركز أول يحمل رقم 25 وليس 15. بينما المركز الثاني يحمل رقم 5 9 دقائق 56 وثلاث أجزاء من الثانية. تانينا لسالم بن سعيد بن غدير يكتبي على الفوز في المركز الثاني. وثالثا 9 دقائق 56 وأربع أجزاء من الثانية هو كفو. تهانينا لجار الله بن محمد بن بشان الأجمي. تهانينا للجميع. والناموس والعمدة يصل إلى باص التعليق في هذه اللحظات.